يستعد رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون ليلة 31 من تشرين الأول المقبل تاريخ انقضاء ولايته الرئاسية لمغادرة قصر بعبدة مهما كانت الظروف السياسية كما سبق وأكد غير مرة، وهو في هذا الإطار يتابع مهامه كالمعتاد في انتظار ساعة الصفر. يا شعب لبنان العظيم، فكما دخل القصر الرئاسي قبل 6 أعوام محاطاً بالحشود الشعبية التي قدمت يوم ذاك لتهنئته عند مدخل القصر الجمهوري أو بيت الشعب، يستعد العونيون وإن بصورة غير رسمية وغير محددة الشكل بعد لمواكبة لحظة خروجه ومؤازرته من بعبدة في اتجاه الرابية. أهمية 31 تشرين الأول 2022 لحظة مغادرة الرئيس ميشيل عون، وهي مغادرة أكيدة من قصر بعبدة إلى الرابية، ترمز إلى صمود هذا الرجل وإلى قوة هذا الرجل يلي ما كان بدهم أنه يقدر يكمل ولايته. انشنت عليه كل أنواع الحروب الإعلامية الاقتصادية، انقلاب 17 تشرين، مطالبات أخذت طابع شعبي، شيطنة بالإعلام كاركتر أساسينيشن، ورغم ذلك هو سيبقى إلى 31 تشرين الأول. التيار الوطني الحر بعد ما حدد كيفية الاحتفال بهذا اليوم، نعم هو احتفال لأنه الرئيس ميشيل عون كمل ولايته كاملة وبقي واقف على إجراه، بالتالي إلى رمزية كتير كبيرة، ولكن التيار لم يقرر بعد شكلية الاحتفال الرسمية. ولكن أنا أقول أن العونيين الشعب العظيم محبي الرئيس ميشيل عون سيواكبون خروج هذا الرجل، سيحتضنونه مثل ما هو احتضنهم، هو احتضن لبنان والشعب رغم كل الويلات اللي صارت عليه وعلى لبنان. ما راح اترك البلد الا واخر واحد فاسد وسرق الا تصيروا تعرفوه. التحرك البرتقالي المرتقب يريده الدعاة إليه بمثابة شكر لعماد يرون أنه أعاد للمقام الأول في البلاد هيبته، على الرغم من أن سنوات حكمه كانت الأصعب على اللبنانيين أجمع. أعاد الهيبة إلى الرئاسة، صارت الناس تحكي برئيس جمهورية، صار الناس تعمل حساب لرئيس الجمهورية، صار في رئيس جمهورية بيستعمل صلاحياته، صار في إعادة للشراكة وللميثاقية، والأهم صار في تأسيس لتفكير مختلف لإدارة الدولة اللبنانية، وضع أسس للتدقيق الجنائي، لمكافحة الإرهاب، للحوار والتلاقي، لترسيم الحدود، لقضايا فساد كبيرة ومحاربة رابطها، لانتظام المالية العامة. بالتالي عهد ميشيل عون هو عهد التأسيس رغم الحروب عليه. 63 يوما ويصبح ميشيل عون رئيسا سابقا للجمهورية اللبنانية برتبة مواطن عادي، وهو في هذا الإطار باشر قبل أيام نقل ملفاته وأغراضه الخاصة باتجاه مقر إقامته الجديد في الرابية، وبذلك تسقط كل المقولات التي تحدثت عن تمسكه بالسلطة وبأنه لن يغادر القصر كما في عام 89. أنا بحبكم كلكم، ويعني كلكم. دارين دعبوس، قناة الجديد.